وفضحت عين راح ضوى راح يحكي للعبيد من سمع راح يحكي للعبيد من سمع راحت تكفى وعلى الشاطئ وقع وشاف عينا وهامته وقلبه انصدع وصاح حاكم هو اليوم الوا شحال بيانك يا عباسي وبياني شحال بيانك يا عباسي وبياني ماني خوك ماني خوك حسين قوم يحميني قوم حاميني على إدارة الناس قوم حاميني على إدارة الناس واعلن من الناصر قطعت الايات محشمي ونخاي جيتك يا عبا محشمي ونخاي جيتك يا عبا بيهم شوف العسكر مواجهني للمرحوم شيخ عبد الحسين صدر العلي قوم حاميني على إدارة النار وإعلامي من الناصر قطعت الآيات محشمي ونخاي جيتك يا عباس قوم شوف العسكر مواجهني قوم رد الجيش عن حدك يا حيد يا عبيد وناصري ونعم العبيد يا عباس تنام عينك عالصعيد تهجعي وانا وحد تخليه براحتك يا خطيبة هنا غير حكيم قوم رد الجيش عن حدك يا حي يا عبيد وناصري ونعم العبيد يا عباس تنام عينك عالصعيد تهجعي وانا وحد تخليني ليالي غيرك عالم طاب يطيح يا اخو الوتى اخو مثلك نصيح قبل ما تكردك موتي واستريح قبل ما تكردك موتي واستريح ولا بالحالة تشوفك عيني وقوم راكن غدا يلوج من الصوار ولحتي انا زيادي لوج المطاط قاعد يما وشال راسه من التراب قاعد يما وشال راسه من التراب وقال لاخويا ليش ما تحاكيني وقوم راكن غدا يلوج من الصوا ولحتي انا زياد يلوج لها المطاع
قاعد يما وشال راسه من التراب وقال لاخويا ليش ما تحاكيني ومن اجت ومن اجت عباس لان راسه ارفع وفي ظلي يريد راسه يقطع قاس غابو فاضل لاخوي ودعه وقاس غابو فاضل لاخوي ودعه يقل لبالله عليك ملن طيلي ليش تستعجل بذبح بيارو ومن اخويا ليش تحرمني الشوق حتى يعذرني ولو شاف الشفوف مقطعة وشنو بعد تمكيني ليش تستعجل بذبح بيارو ومن اخويا ليش تحرمني الشوق حتى يعذرني ولو شاف الشفوف مقطعة وشنو بعد كم كيلي انطيني مولا حتى ينفيني الحسين انطيني مولا حتى ينفيني الحسين ومن اتوقع وداع من اسمع المظلوم نادى يا حنين من اسمع المظلوم نادى يا حنين انا اخوك وريت قبلك حيني يا عباس الدار بيا خلنا وخذك مني وشمتك بيا لجنار تنوج وين ما بيك خويا يا اسوا تنوج وين ما بيك خويا يا اسوا بيدك امني وعلي يدليني جاوب العباس وبقلب الالم راسي هالبدني ونصان الجسد يا حسين وجعان من السهر يا حسين وجعان من السهر يا ابن ابو يا زياد ولما ديني يا حسين ويا اصواب البيرجة راسي لو عيني تفيد معالجة وبيا طعن الكتر الاخر خارجة حاضر خاطر سيدر محر دياني يا حسين ويا اصواب البيرجة راسي لو عيني تفيد معالجة بيا طعن الكتر الاخر خارجة حاضر خاطر سيدر محر دياني مني ايت يا ابن امير المؤمنين حال بياني يا العلي وبينك البيت ان كان تقدر يا ابن ابويا يا حسين تريحني جر السهم من عيني مني ايس يا ابن امير المؤمنين حال بياني يا العلي وبينك البيت ان كان تقدر يا ابن ابويا يا حسين تريحني جر السهم من عيني من اسمع يا من تعب من هالكلام
غير حكي ليش ما أحكي هلين تعب من هالكذا واحضنا ونوى يشيل الالخيا من دار من دار العباس نادى يا إمام وين خويا شيلني خليني يا ابو اليمة الموت حلبية ونزل يا ابو اليمة الموت حلبية ونزل وين خويا شيلني ودنا الاجل الثانية يا حسين من سكن الخجل ثانية يا حسين من سكن الخجل وعدت هب معي واشتمشيني يا ابو اليمة الموت حلبية ونزل وين خويا تشيلني وغنى الاجل ثانية يا حسين من سكن الخجل وعدت هب معي واشتمشيني لا تدعوني ويكي ام البنين لا تدعوني ويكي ام البنين تذكريني بليوت العري اربعة مثل السور الربع قد وصل الموت بقطع الوتي يا ليت شعري كما حضروا يا ليت شعري كما كبروا بأن عباس قطيع اليد